على بركه الله غنبداو الوصفه. كيف قلنا عندنا واحد الكميه ديال الشريم او الكريفات او الجمبري على حسب افراد الاسره. غادي نحتاجو البابريكا، غادي نحتاجو الملحه، غادي نحتاجو الفلفل الحار، وغادي نحتاجو الزعتر، قزبر ومعدنوس، والثومه 4 ديال الدراس تاع الثومه، وغادي نحتاجو المبشور ديال الحامضه والعصير حتى الاخر. فغادي نجهز الثوم والقزبر ومعدنوس ونتلاقاو ان شاء الله. ملي كنبغيو نقطعوا القزبر ومعدنوس ديالنا ما نحيدوش ليه، يعني نحيدو غير داك كي كنقولوا هذاك الستيم ولا داك العويدات اللي تيكونوا قاصحين، نخليو فيه شويه ديال هاد العويدات هادو، لان هما كيكون فيهم داك الزيت الاساسي ديالو باش نستافدوا من الطعم ديال العويدات ديال القزبر ومعدنوس. لا مارينات ديالنا غادي نديرو ديك الكميه تاع الثوم اللي حنا وجدناها. انا درت 4 ديال الدريسات ديال الثوم اولا فصوص تاع الثوم، انا على حسب الكميه اللي عندي. غادي نضيف ليها هذا القزبر ومعدنوس وهاد الطريقه كتسمى لا ميديترانيان. فان شاء الله غادي نشارك معكم في فيديوهات قادمه ان شاء الله وباذنه، يعني طرق ثانيه كيفاش نحضروا او يعني ناكلوا الشريم ديالنا او الكريفات ديالنا بطريقه مختلفه. فهذه اليوم غادي نشويها انا على الفاخر. نضيف لها داك البشور ديال الحامض، لان كيف قلت الحامض العصير ديال الحامض ما غاديش نضيفوه دابا في الاول، لان الا ضفناه في الاول غادي يضيع لنا يعني الكريفات ديالنا او الجمبري ديالنا، باش ما يهرش لنا الجمبري او الشريم ولا الكروفات ديالنا، باش ملي نبغيو نديروه في القطيبات ما يعني ما يتفتفتش ويضيع لنا ويوقع في الفحم ملي نكونوا كنشويوه. غادي نضيف البابريكا، هذه البابريكا الحلوه او التحميره الحلوه، تقريبا واحد نص معلقه، نص معلقه صغيره. غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الحار، الفلفل الحار لان ما غاديش نستعمل الفلفل الاسود. غادي نضيف كذلك هذا الزعتر واحد نص معلقه تقريبا، الزعتر مجفف. وغادي نضيف الزيت ديال الزيتون ونخلط الخلطه. كيف قلت غادي نحتفظوا بالحامض، ما غاديش نديروه دابا. الخلطه تاعتنا هكا. غادي نضيف الملح، غادي نضيف تقريبا نص ربع معلقه وغادي نذوق، والى احتاجيت الملح راه غادي نضيفها. كيف كنقولوا ديما الملحه كتبقى على حسب الذوق. تاتي واجده يعني الكروفات او الشريم او الجمبري راه مغسول ومنقي مزيان ومنشف مزيان، يعني ما تبقاش فيه حتى قطره ديال الماء باش ما يجيناش كي كنقولوا حنا كيجي ميه او كما كيقولوا هما صاقي. بالنسبه للحامضه اللي استعملت القشره ديالها او الليمون الحامضه اللي استعملت القشره ديالها، هاد يعني ما غاديش نستعملها دابا، ملي غادي نشويه سالي من الشوي ديالو عاد كنعصروا عليه الحامض من الفوق. كنخلطوا الشريم ديالنا على الاقل واحد نص ساعه المكانه، ولا عندك الوقت يعني توجديه وتحضريه بواحد ساعتين ولا ثلاثه وتخليه في الثلاجه. دابا انا غنخليه واحد ساعه تقريبا عاد نكمل ديك الساعه يعني نوضعه في القطيبات. انا غنستعمل العويده ديال البامبو، فإلا كنتي غادي تستعملي العويده يعني العويدات تاع البامبو من الاحسن يكونوا مفزقاهم في الماء على الاقل، اولا يعني منقعاهم في الماء على الاقل واحد ساعه المكانه حتى لساعتين المكانه باش ما يتحرقش لك وانتي كتشوي. وإلا غتستعملي ديال الميتال اولا الحديد كيف كنسميوها ما كاين حتى شي اشكال، وممكن فكيجي مشوي على الفحم زوين. والانسان ما يعني ما بغاش يشوي على الفحم ممكن يوجد يشوي يعني على اي يعني بالطريقه اللي كتريحو. على بال ما ان شاء الله يعني تبل ونوجد سلطه تاعتي غادي نشويه ونوريكم الطبق النهائي في الاخر كيفاش كيجي.
ديالو ما غادي نحتاج فيها انا، يعني هذه يعني متنوع اكزوتيك يعني داخل فيها بزاف ديال الحويجات، لان غادي نستعملوا فيها الخضار وغنستعملوا فيها الفواكه. غادي نستعملوا واحد المانجا كبيره، غادي نستعمل افوكادو، غادي نستعمل نص بصله ولا بصل احمر، غادي نستعمل جوج خيارات صغار، ولا عندك الكبيره كدير واحده كبيره، الخس بكميه معقوله، عندي القزبر وعندي جوج ديال الطماطم، وكذلك غادي نستعمل اللوز افيلي محمص. وغادي نشارك معكم بعد التتبيله ديالها ولا لا فينيغريت ديالها اللي كتميزها، لان كتجمع ما بين الملوحه والحلاوه، كتجي رائعه. خليونا ندوز، غادي نقطعها كيف لا، غادي نقطعها ونوريكم الشكل ديالها كيفاش كيجي، ونشارك معكم دريسين. السلطه ديالنا جاهزه، يعني انا يعني درتها بهذا يعني بهذا الترتيب، ممكن يعني تحطيها بالترتيب اللي كيعجبك اولا اللي كيروق لك. فانا هذا اللوز غادي نخليه دابا، غادي نصاوبوا لا فينيغريت مع بعض حتى ندير لا فينيغريت عاد نلوح اللوز، اولا كيف كندير انايا كنحط لا فينيغريت على جنب، كل واحد كيحط الكميه اللي كيبغى، لان كاين لك الناس اللي كتبغي الفينيغريت، كاين الناس اللي ما كتبغيش، بحال بنتي انا صغيره ما كتبغيش الحلو مع المالح. فغادي نصوب لا فينيغريت نحطها على جنب، واللوز ديالنا كنلوحو بحال هكا فوق هكذا، وكل واحد كياخذ الكميه اللي كتريحو مع الفينيغريت، وكتجي يا سلام. دوزو يلا نصوبو مع بعض لا فينيغريت. الفينيغريت ديالنا غادي نحتاجو واحد الرويز ديال الثومه، نقطعتو صغيور، من الاحسن يتقطع ما يتحكش باش ما يطلقش لينا، باش الثومه ملي كتحك باش ما يطلقش لينا المروره. دريس ضويس صغير، صغيور يعني ماشي كبير، صغير. غادي نحتاجو زيت الزيتون واحد الكمية تقريبا ديال 3 حتى 4 المعلقات على حسب الكمية ديال السلطة اللي عندنا. غادي نحتاجو الخل الابيض اولا الخل تاع التفاح بحال بحال، ومن بعد كنذوقو باش ناجيستيو لينا يعني نقادو لا فينيغريت ديالنا. غادي نحتاجو الملحة كيف قلت في الاخر، كنذوقو باش ما نضيفوش كميات كبيرة. غادي نضيفو كذلك الفلفل الاسود كيولي تقريبا ربع صغير، يعني راس ديال المعلقه صغيره، ما نحتاجوش نديرو فلفل كثير. وغادي نحتاجو واحد المعلقه ديال الماستر يعني ديجون ماستر اولا الماستر، يعني اللي ما عندوش الديجون يدير هذه معلقه صغيره، لانه هاد ديجون ماستر تيكون حار بزاف اولا تيكون شويه سترونغ. واللي كيميزها كذلك غادي ندير انا واحد المعلقه ديال العسل، المعلقه ديال العسل. هو غادي يعني انا غادي نستعمل غير الغلاقه، وغادي نحركها مزيان. الا كنا نقدموا السلطه فكنا يعني كندير نضيفوها على سلطاتنا تاعتها يعني ايميدياتلي اولا في ساعتها، كنا غادي يعني قدمنا واحد تشويش ديال الوقت كنخليوها محطوطه على جنب، وكنغطيو السلطه ديالنا كنحطها في الثلاجه الى حين التقديم، اولا ممكن تحطيها بجانب، يعني تحطي السلطه وتحطي الدريسين حداها، كل واحد يحط بالكميه اللي كيبغي.
وبالنسبه لهذه السلطه كتكون كافيه. ممكن هي كذلك تكون بلا برينسيبال، لان انا ممكن ندخلوا فيها البروتين بحال مثلا لان ندخلوا فيها مثلا البيض مسلوق، ممكن دجاج صديره تاع دجاج مشويين، سومو، كروفات بحال الكروفات اللي شاركت معكم الوصفه ديال الكروفات المشوي، يعني اي نوع من انواع البروتين وتقدم كوجبه اساسيه. فنتمنى ان الوصفه راقتكم وعجباتكم، وجربوها وتردوا عليا الخبر، وما تنساونيش متشجيعاتكم كيف العاده، وعلى بال ما نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. في امان الله.